ما حكم الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة سورة الفاتحة؟ على سبيل المثال يبدل الضالين بالضالين والمغضوب بالمغضوب، هل تصح الصلاة خلفه أم تقطع؟ هذه المسألة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة قضية الضالين والضالين، لأن المشكلة يعني المعنى يتغير، لأن الضالين من الضلال وهو الضياع، والضالين من البقاء، ضالين ظل في مكانه أي بقي في مكان، فالمعنى يتغير تماما. ولا شك أن الآية المقصود فيها الضالين أي من الضلال والضياع، وليس من الظل أو البقاء في المكان. فعلى كل حال في القراءة، لكن اختلف أهل العلم هل تبطل صلاته أم لا. الإمام النووي رحمه الله تبارك يرى أن الصلاة باطلة، يسمون يعني خطأ أو لحن جلي واضح، لحن جلي في الفاتحة فيبطل الصلاة، يبطل الفاتحة طبعا، وبالتالي تبطل الركعة وتبطل الصلاة.